هاد القضية ديال واحد العدد ديال اسمو البروتوكولات مخزنية اللي كان من دائما من وجهة نظري وتنتقد حتى الحركة الاستقلالية اللي قرات الحدثة قرات اسمو والتطور وكذلك حتى الملك نفسه ماشي جاهلين التطور ديال الإنسان المواطن اللي ما خصوش لأن واخا تيقولوا هاد البوسان هو عملية ديال تقليد كان ديال العبودية ديال المرحلة كان فيه قوة هي اللي تتملك اسمه أما الآن ماشي هاد المرحلة ديال الإنسان مواطن يكون خاضع لأي إنسان آخر وأنا ضد هذا اسمه لهذا كانت استعملة معي باش نبوس ليد ما قبلتش وتعرضت لواحد العدد المضايقات من طرف الأجهزة الإدارية ولهذا بالنسبة لي هذا عملية فيما يخص البيان تنعتبر خطوة مهمة لأن تشارك فيه النخب البلاد اللي مطروح عليها من الواجب ديالها باش ما تبقاش تتفرج في الساحة السياسية والمغرب غادي في واحد الواقع مظلم لا الحياة السياسية متنورة بالعكس عندها صراعات كلها صراعات مجانية ما تطرح المشاكل الحقيقية اللي تتهم الجماهير لا التطور سمو الثقافي التطور لتطور المجتمع المغربي باش يقدر يحقق مكاسب متقدمة في عدة ميادين.